عليه إنسان ملفه بخير عليه بيان على ما حضرته الموت على فراش الموت وعنده زوج ولاد وبنت وبخير عليه عيط لولاده باش يقسم لهم الرزق هضر مع الولد الكبير قال له علي قال له واه با قال له على بالك لوطيل وليدي هذاك راه نتاعك قال له بارك الله فيك با عيط لولده الصغير هوري قال له نعم با قال له هذاك الفيرما اللي راهي في البلاصه راه نتاعك قال له بارك الله فيك با عيط لبنته قهوه وريستورون راهم نتاعك بنتي قال له بارك الله فيك با ان مومون مات واحد السمانه مات جارو توت فاسون ما ماتش حضراتو حتى هو الموت المراه عيطت لولادها قالت لهم روحوا ما يخدموا ما يزدموا اربعه د البنات زوج مطلقات وواحده خاطبينه دي ثلاث سنين مشاكل عيط الولد الاول الكبير هذا باه مرا في الفراشه عيط له قال له موسى قال له اني هنا با قال له على بالك اوليدي العيد اللي فات الكبش ما خلصش ما تنساوش اوليدي باش تخلصوه قال له صح با دوك نشوفوا كيفاش لا خدمه لا زمان وخلص خروف قال له عاود عيسى قال له قالوا الحنه تاع بنت اختك العام اللي فات البولونجي سال لي واحد 160 باغيطه خلصوه قالوا صح قالوا لاليمونطاسيون جينيرال اللي اون فاس لينا قالوا مالا با قالوا راه سال لي مانيش عارف واش 2 مليون 300 ولا 3 مليون 300 شوفوا معاه وخلصوه الولد قال له با قالوا نوض با نوض نوض سقد حوايجك خليني نموت نوض واحد البني تاع عندها 3 طاحت من ان بون في الواد والبون والواد كاين 30 متر دو هوتور والغاشي هكذا يتفرجوا وهي لتحت وبها بدا يعيط اخوتي سلكوا لي البنت انا ما نعرفش نعوم قالوا له اخويا نعرف نعومو مي واعره باش تبلونجي انت هنا من بون على 30 متر في واد هذا واد ماشي بحر ماناش عارفين واش راه فيه لداخل ما نجموش هو عاد يهضر معاهم هكذا وان فيو من الكوان تاع البون وي برونجي الرزه انفرطت العبايه تفطفط خرج في البنت شد البنت خرجها هو دباها يا الحاج اللي ما عنده كبير ما عنده تدبير يا صاحبي سيوان توما الا رحتوا لنا انتوما اللي كبار واش بقى لنا قال له هاد لي جان هادو عيد فيهم ما كانش واحد سلك لي البنت وهذاك الشيباني قال له اسمع غير سي با لا بان تزيد باسكو والله ونعرف اللي دمرني ما تفرق